يواصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض، والتقى في إطار ذلك القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، وناقش معه آخر التطورات المتعلقة بالجهود الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام في بلادنا. وخلال اللقاء جدد الزبيدي التأكيد على أن جهود الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لا يمكن أن تثمر سلاما في ظل استمرار الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضد الأبرياء في مناطق سيطرتها، إلى جانب اعتداءاتها على القرى الواقعة على خطوط التماس وهجماتها غير المبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. إلى ذلك اطلع الزبيدي من المسؤول الروسي على الإجراءات التي أنجزتها السفارة الروسية لفتح مكاتبها في العاصمة عدن. وفي هذا الشأن أكد الزبيدي استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لطاقم السفارة. وفي السياق وقف لقاء جمع النائب الزبيدي بالسفير الأسباني لدى اليمن أمام الجهود التي يقودها المبعوث الأممي لليمن لإحلال السلام. لقاء النائب الزبيدي بالسفير الإسباني تطرق إلى الجهود الأممية في ظل استمرار تصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما يمثله ذلك التصعيد من مخاطر تهدد جهود السلام وتضاعف المعاناة الإنسانية في البلاد. وفي ختام اللقاء أكد السفير الإسباني دعم بلاده لجهود إنهاء الأزمة الإنسانية وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، واستعدادها للمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ومجالات التعليم والثقافة ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي. وفي ذات الصدد استمع النائب الزبيدي من السفيرة الفرنسية لليمن موقف بلادها الداعم للرئاسة والحكومة لإخراج البلاد من أزمتها والتزامها بدعم المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإحلال السلام. النائب الزبيدي خلال اللقاء أكد على أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعولان كثيرا على دعم الأشقاء والأصدقاء وفي طليعتهم فرنسا لمساعدتهما على الخروج بالبلاد من هذا الوضع الصعب وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لافتا في سياق حديثه إلى أهمية تضافر الجهود لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة التي ترتبط بها فكرا وهدفا وسلوكا. وكان قد عقد النائب الزبيدي في إطار لقاءاته بالرياض لقاءين مع سفيري اليونان والهند لدى اليمن. النائب الزبيدي اطلع من الجانب اليوناني على دور بلاده ضمن التحالف العسكري الذي شكلته دول الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وكبح الممارسات العدائية الحوثية، فيما تدارس الزبيدي مع الجانب الهندي أهمية تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي لتأمين الملاحة الدولية ووضع حد للإرهاب الحوثي، وكذا ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحوثي. وفي محاولة لقراءة أبعاد التطورات السياسية الراهنة ومآلات الحرب الحوثية القاتمة، يلاحظ الكثير بأن أثر الصراع المستمر في اليمن منذ عقد من الزمن ألقى بظلاله على قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي في التعامل مع القضايا الحساسة سياسيا واقتصاديا والمرتبطة بالعدالة الانتقالية للمرحلة القادمة. لم يتضح بعد ما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي قادرا على وقف العبث الحكومي الحاصل على أرض محافظات الجنوب، ورغم فشل غالبية الأيام الفائتة في معالجة ظلام 3 عقود ماضية، جاء الانتقالي الجنوبي اليوم كذلك متجاوزا في هذا الاجتماع ما غرد به عضو هيئة الرئاسة المشرف العام على الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد باعوم مؤخرا، وحتى أنه لا رد منه على توعد بيان البنك المركزي بعدن بمحاسبة الانتقالي الجنوبي أو أن الانتقالي طوى صفحة من الفساد كان يجب أن تذكر بقوة هنا، لا تتلاشى ببيان ينفي صلة ما قاله باعوم من قبل الاتحاد الجنوبي ذاته لمكافحة الفساد. هذا الوضع الذي لم يعد له وصفا صنع معتقدات وتساؤلات وضعها آخرون حول ماهية تغريدة باعوم في هذا التوقيت وتباين الموقف بين أروقة الانتقالية الجنوبي، فهل هي رسالة أوصلت مفادها أو محاولة لكبح الفساد تعثرت في منتصف الطريق؟ فتكهنات سيدة المشهد والأيام ستكشف ما هو مستور.
لكن النظر مليا في تلك التحركات الانتقالية الجنوبية أيضا عن درجات متفاوتة بشأن موضع القضية الجنوبية في التفاهمات الإقليمية والدولية الرهنة، خاصة في ظل الدبلوماسية المكثفة التي يجريها اللواء الزبيدي داخل أراضي المملكة السعودية. وحسب ما هو ظاهر فإن الانتقالية الجنوبية لا زال يميل حتى الآن إلى قبول المبادرات الإقليمية والدولية الأممية الدبلوماسية دون الخروج عن مسار الشرعية اليمنية وفض الشراكة التي لم تأتي إلى اليوم بالدولة ومؤسساتها. وفي الأخير، انحصر اجتماع الانتقالية الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة وقيادة الصف الأول الرفيع في قيادة الانتقالية الجنوبي، انحصر على الحديث على تشكيل فرق نزول ميداني للتوعية السياسية والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية مع قواعده بالداخل، وكذلك الحديث عن خطة عمل المجلس للعام القادم. فهل تعي قيادة الانتقالي واقع المشهد اليوم في محافظات الجنوب؟ يقول مراقبون. في إطار العقوبات الدولية، أعلنت نيوزيلندا عن تصنيفها ميليشيات الحوثي وحزب الله اللبناني الشيعي منظمتين إرهابيتين، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب. السلطات النيوزيلندية نشرت ذلك في الجريدة الرسمية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقدمت نيوزيلندا تقريرا مفصل استعرضت من خلاله المعطيات والوثائق السرية التي استندت عليها في التصنيف كجماعة إرهابية، وحذرت من التعامل مع المنظمتين، مشيرة إلى أن التعامل معهما قد يكون عرضة للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة.